السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة. اليوم أكلتنا سهلة وطيبة وحبوها الجميع، الأطفال والولاد والكبار والصغار، هي همبرجر. وهي يكون هاي الطريقة، هاي السطح حاطينهم على طرف عم نسخنهم، وهي اللحمة كمان عم نساويها نشتغل فيها. وهلا رح نفرجيكم طريقة شلون رح نعملها، نحط لها خسة ونحط لها سلطة الملفوف وكريمة الثوم ونحط لها جبنة الأشقوان، رح تطلع أكلة كتير طيبة. والله رح نفرجيكم الطريقة وتابعونا، بس تابعونا. والله رح نرجع على الطرف الثاني، شوف شلون نرجع على الطرف الثاني. نرجع على الطرف الثاني، وهي الجبنة عشان تدوب معها ونساوي السندوتش اللي بدنا نشتغل فيها. شوفوا شلون الطريقة. هلا وهي استمر هون على الطرف الثاني عم بسخن، ما بصير تعلق، ما بصير تحترق، ولا بصير يعني تمكن تتأمر. تكون النار دائما نار واطية، لا تكون نار عادية، لا تعلو النار أبدا، لا تعلو النار أبدا، النار واطية تكون. شوفوا يا جماعة شلون، اسمعوا الصوت. والله هي جبنة، الجبنة فوقها رح تدوبوا كله، رح تسيبوا مع بعضهم كله، رح تسيبوا مع بعضهم سوا. هو رح نبلش نشتغل في شوي تاني، رح بس تبل اللحمة مظبوط، رح نبلش نشتغل بأول صرمين. تابعونا بس، دايما خلي تكون اللحمة رقيقة، رقة أو اللحمة قدر الإمكان تكون اللحمة رقيقة. وهي بعد ما خلصت اللحمة استوت، اللحمة يلا يا جماعة استوت اللحمة، راح نحط لها نضيف لها الكريم سلطة الملفوف مقلفة مع لبن وكريم توم وزيت زيتون وشوية ملح، وهيك طلعت معنا سلطة الملفوف. هلا رح نفرجيكم شلون رح نبلش رح نشتغل فيها. هاي أول وحدة، ريحة ولا أطيب من هيك، ريحة اللحمة كتير طيبة، لحمة فرود يعني، هو مش يعني شيء موفر، شيء رخيص وشيء سهل وشي الموفر قدامكم، شغلة رخيصة وشغلة ببلاش وشي يعني معنى الهناء، شي فوق الوصف فوق العربي. والله هي اللحمة راح احطها، هي الجبنة، شوفوا الجبنة فوقها، وراح احطها للبندورة، وهي البندورة راح احطها للبندورة، شوفوا شنو هي معنى هي البندورة، حطها للبندورة، وهي كمان الخسة هيك راح نشوفها كمان. شوفوا والله هيك تملت معنا، هي البندوره، الخسه، الجبنه الاشقوان، اللحمه، وتحت سلطه الملفوف او كريم الثوم اذا اذا ما عندكم سلطه الملفوف. وهي الله هي الطبقه الاخيره، ونحطها فوقها وشوفوا المنظر احلى. وصحتين والف هنا، تفضلوا وشاركونا بالتعليق ودعمونا وانصحونا وقولوا لنا ايش هيك يعني ارائكم عننا، والف صحه وهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا المشاركة في القناة والدعم، ولا تبخلوا علينا يعني الكريم. أهلنا في إحنا عنا أكثر المشاهدين في أهلنا في العراق وأهلنا في السعودية وأهلنا بمصر وفي سوريا وفي كل الدول العربية، بس لكن في العراق هو أكثر شيء وبالسعودية. بتمنى أن دائما تشاركونا وتعطونا نصايحكم وآراءكم، إحنا عم نستنى آراءكم ونصايحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.